ثانية أمام 1000 واحد، واحد 500 ولا 600 منهم، أننا نقولوا واخا حنا واخا طلبة، ولكن بما أننا طلبة وبدينا كنمارسو اليوم تم إطلاق النسخة الأولى برنامج متطوع اللي هو برنامج مهم، لأن كنظن غادي فرصة للشباب أنهم يطوروا مهاراتهم بطريقة عملية ماشي فقط نظرية. هذه النسخة الأولى فيها 3 أسابيع في الشباب من المغرب كامل، غادي يمكن لهم يشتغلوا مع جمعيات في مواضيع مختلفة، مواضيع عندها علاقة بالصحة بالتعليم بالثقافة، وغادي يمكن لهم يطوروا مهارات كيفاش يشتغلوا مع بعضياتهم، كيفاش يمكن لهم يطوروا التفكير ديالهم. وكنظن هذه النسخة الأولى خصها تبقى دائمة ومدة أطول، لأن أحسن حاجة بالنسبة للشباب باش يمكن لهم يحسنوا المستقبل ديالهم يطوروا من نفسهم ويتعلموا كيفاش يفيدوا المجتمع ديالهم. اليوم حنايا في لو لونسمون اوفيسيال ديال برنامج متطوع، برنامج اللي كيمكن الشباب انهم يكتشفوا مجموعه ديال المبادرات ومكشوفات ديال الانشطه اللي غيقدروا يكونوا فيها كمتطوعين في مجموعه ديال المجالات كالتعليم الصحه الى غيرها. اليوم جينا اوطون كو بارتنير ديال لي ان دي اش في الجهه ديال الرباط سلاقنيطره باش اننا نقدموا لهم محور دعم الحزب المقاولاتي، كيفاش يقدروا انهم يدخلوا في هذا البرنامج، شنو كيقدم لهم، وكيفاش يقدروا كشباب عندهم ما بين 18 و 35 سنه انهم يكتشفوا عالم المقاوله، انهم يلقاو الاشكاليات انهم يحلوهم بطريقه مبدعه ويخدموا على المشاريع ديالهم بطريقه اللي مميزه وبطريقه اللي كتمكن اي تكون عندهم مواكبه فرديه للمشاريع ديالهم. هذا البرنامج كيهدف الى تنميه قدرات الشباب والادماج ديالهم في الحياه الاجتماعيه تحت التوجهات الساميه ديال صاحب الجلاله التي كان دائما يهدف الى مناصره الشباب في ادماجهم على الحياه العامه سواء كانت اجتماعيه او ثقافيه او رياضيه. اليوم السيد الوزير تنزيلا لهذه التوجيهات ديال صاحب الجلاله نصره الله تم الانطلاق ديال هذا البرنامج المتطوع اللي قد يكون على مرحلتين، المرحله الاولى وهي ورشات تكوينيه في بعض عده متدخلين بارتنير ديال وزاره الثقافه، وبعدها غادي تكون مرحله اللي غادي تكون عمل ميداني اللي غادي يكون لمده 14 يوم.